مشاهدينا أهلا بكم إلى تفاصيل النشاط المحلي والمستهل من ولاية جيجل، حيث تعرف مشاريع ربط المناطق الصناعية ومناطق النشاطات بشبكتي الكهرباء والغاز تعرف وتيرة متسارعة على غرار تموين مستثمري منطقة النشاطات ببلدية الوجانة بالطاقة، وهذا لإحداث ديناميكية صناعية واقتصادية بالمنطقة واستقطاب المستثمرين في مختلف المجالات. أكثر تفاصيل مع عبد الرحيم شمعوني. آفاق واعدة في مضاعفة الإنتاج وأمل كبير يحملها هؤلاء المستثمرون بمنطقة النشاطات ببلدية وجانة بعدما تم ربط مشاريعهم بشبكتي الكهرباء والغاز الطبيعي. شكر سون الغاز المجهودات الجبارة اللي قدموها باش بدينا في الإنتاج هكذا، وان شاء الله هذا راه يحفزنا باش نعاودوا حنا نديروا توسيعه اللي راهي في الافاق ان شاء الله، وان شاء الله نكونوا في المستوى باش نعاودوا نكونوا نخلقوا مناصب شغل. عندما قصدنا المجمع تاع سونالغاز كانت هناك اهتمام بالغ الاهميه، وفي ظرف قياسي تم تزويدنا بالطاقه الكهربائيه والغاز، والمشروع راهي ينطلق في الانتاج وراهي يقدم خدمات جليله للفلاحين على مستوى الولاية وخارج الولاية. توفير كل الإمكانيات اللازمة لضمان تزويد كل المناطق الصناعية ومناطق النشاطات بالطاقة رهان يرفع للدفع بعجلة التنمية المحلية. لدينا أربع مناطق نشاطات معنية بعملية الربط، منها منطقتي وجانة وبني أحمد بقابس في تم وضعهما في قيد حيز الخدمة، ومنطقتي شوف الاثنين بولاد يحيى ومنطقة ستارة الأشغال جارية بها. فيما يخص المنطقة النشاط وجانا التي نحن متواجدين بها وتحتوي على 12 حصة، طول الشبكة الكهربائية 2 كيلومتر، الغلاف المالي المرصود 2.8 مليار سنتيم، أما طول الشبكة الغازية يقدر كذلك 2 كيلومتر، والغلاف المالي المرصود لها ب 236 مليون سنتيم. مرافقة المستثمرين والسماع لانشغالاتهم سيساهم وبلا شك في تنويع الإنتاج المحلي وخلق فرص عمل للشباب. في إطار تقريب الإدارة من المواطنين وتمكينهم من الخدمات بالنسبة للمناطق النائية، ينظم هذه الأيام مركز الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بولاية تمنغاست خرجات ميدانية إلى القرى البعيدة في إطار الشباك المتنقل، وهذا من أجل التخفيف من أعباء التنقل وتقريب الخدمات منهم، يقول محمد بنمكي. الضمان الاجتماعي حق تكفله الدولة للجميع، يضمن للمسجل تأمينات على المخاطر بمختلف أنواعها ضمن الصناديق المخصصة لهذا الغرض عبر التراب الوطني. مركز الدفع والمراقبة الطبية بتمنغست التابع للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء نموذج حي لا يقل أهمية عن الصناديق الأخرى عبر تراب الولاية. اليوم راكم تشوفوا قضينا صوالحنا في 5 دقائق الحمد لله يا ربي، وكلش ماشي نورمال، ونطلب منهم زعما يزيدونا مراكز اخرى جديده في هذا البلاد. الرقمنه راهي الحمد لله معاونتنا ومسيره لنا الامور، ماذا بينا اليوم يكثروا لنا من الرقمنه هذه لخاطر اليوم ساعدت المواطن. وفي اطار تقريب الاداره من المواطن وتمكينه من مختلف الخدمات، نظم المركز خرجات ميدانيه في اطار الشباك المتنقل الى بلديه اينامجل او علمجل، لاقت استحسان المنتسبين. الحمد لله عاونونا اللي دفع دوسي جديد دفع واللي اكتيفا كارت خدمات كما نقولوا دار، والحمد لله يا ربي ومرحبا بكم ان شاء الله، وماذا بينا ان شاء الله اقرب العاج ان شاء الله يفتحوا لنا مركز هنا. هذه مبادره زيده وماذا بينا تكرر هذه المبادرات، باسكو رانا نعانوا معاناه شديده الانتقال الى الولايه باش تخدم غير ورقه صغيره، على جال ورقه صغيره تتعب في المسافه طويله. شاهدنا اليوم ببلدية عين مقل انطلاق البرنامج الصيفي للشباك المتنقل الذي يهدف من خلال الصندوق تقريب الإدارة للمستخدمين والمستخدمين في آن واحد، أيضا إطلاع المواطن على الخدمات التي يقدمها الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية والفضاءات الإلكترونية الموفرة للمواطنين والمستخدمين في آن واحد.
تقريب الخدمات العمومية من المواطن ورقمنة مختلف القطاعات هدف سعت الدولة إلى تحقيقه على أرض الواقع لما له من فوائد على حياة الساكنة. قطعت ولاية عين تيمهوشن شوطا معتبرة في ميدان الإدماج المهني لفائدة أو شباب الولاية، حيث كان لقطاع التربية والصحة والشباب والرياضة الحظ الأوفر في إدماج طالبي الشغل. التفاصيل مع محمد سلبي. بروح متوتبة بعزم الشباب، يشتغل السيد تواتي حمزة كإطار بمديرية الشباب والرياضة بعين تيمهوشن في رتبة محاسب، وهذا بعد استفادته من عملية الإدماج. اشتغلت لنا 10 سنوات وبعد الحمد لله ربي جاب الخير، ونشكر الدولة الجزائرية على الإدماج الذي ساعدنا، ونشكر رئيس الجمهورية المجيد تبون. الإدماج هذا هو اللي حفزنا ورانا والحمد لله، ونصح جميع الشباب مازال كاين الاسبور في بلادنا ومازال كاين الخير في بلادنا ولازم يسعوه تاني ولازم تكون عندك تاني متابرة. حنا كنا رانيم وتقسمنا نستجيب أنا وحمزة وكاع، والحمد لله ربي فرجها علينا. هادو المدمجين مؤخرا هادو عاونونا بزاف وكانوا في المستوى، وحنا نتفائلوا بهم خير ان شاء الله باش يكونوا اطارات الدوله ان شاء الله في المستقبل. اشواط متقدمه قطعها القطاع في ظل سياسه الدوله الراميه الى القضاء على البطاله، وذلك ببلوغ نسب متقدمه في عمليتي التحويل والادماج. سجلت مصالح مديرية التشغيل لولاية عين تيمهوشن في شقها المتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني إدماج 5176 مستفيد من بين 5186، فالعملية قاب قوسين أو أدنى من أن ننتهي منها على غرار باقي ولاية الوطن، وكذلك في سياق ذو صلة فقد تم تحويل 2923 مستفيد من عقود جهاز الإدماج الاجتماعي إلى عقود غير محددة المدة بالتوقيت الجزئي. هذا وتسجل ولاية عين تيمهوشن نسبة إدماج تزيد عن 99% بمختلف القطاعات الإدارية. استطاع قطاع التكوين المهني والتمهين بولاية إليزي أن يساهم في توظيف الكثير من خريجي مراكز ومعاهد التكوين المهنية بفضل اتفاقيات التكوين والشراكة مع مختلف الشركات والمؤسسات الاقتصادية بعد توفير الموارد البشرية الكفء والمؤهل. إبراهيم بالخير. اتفاقية التكوين والشراكة التي أبرمها قطاع التكوين المهني والتمهين مع مختلف الشركات والمؤسسات الاقتصادية بإقليم ولاية إليزي مكنت من توظيف الكثير من خريجي مراكزه ومعاهد التكوين المهني والتمهين. تخصص مستغل المعلوماتية، تحصلت على شهادة تقنية التي أتيحت لي الفرصة لكي أزامل العمل سكرتير في مكتب الدراسات بين ميناس. نوجه رسالة أنه الشباب أنه يلتحقوا ما يضيعوش هذه الفرصة، أنه يلتحقوا بمعهد التكوين يحققوا فيه التطلعات تاعهم ويحققوا واش كانوا باغيين. نطلب من الشباب أنه يلتحق بالتكوين المهني لأنه مفيد بزاف، وإحنا قرينا عام وتعلمنا والحمد لله يا ربي. واستجابة للتطورات التي يعرفها سوق الشغل، تخصصات جديدة أدرجها القطاع ضمن مخطط العروض التكوينية التي تتماشى وخصوصية الولاية. تكريم المتفوقين المتخرجين خاصة المدمجين فيهم على مستوى مختلف الشركات خاصة الاقتصادية منها، وكذلك تكريم مختلف الشركاء الاجتماعيين الاقتصاديين خاصة الشركات التي ساهمت في عملية توظيف خريجي القطاع الذين تم يعني تكوينهم وتخرجهم بنجاح. وكما شهدت هذه الاحتفالية تنظيم معرض لمنتوجات المتمهنين على هامش هذه الاحتفالية. هكذا يساهم قطاع التكوين المهني والتمهين في تحقيق القفزة النوعية في التكفل باحتياجات مختلف القطاعات من حيث المورد البشري المؤهل. نظم المعهد المتخصص في التكوين المهني بغلداية حفل اختتام السنة التكوينية 2023، حيث تم تكريم المتربصين المتفوقين وهذا بحضور السلطات المحلية. أمين شقبقب. أزيد من 3800 متربص أتموا تكوينهم وتخرجوا من مختلف معاهد التكوين بغرداية،
ما يؤهلهم للولوج إلى عالم الشغل واستحداث مشاريع خاصة بهم. الحمد لله اليوم كان تخرج تاعي في صناعة حلويات، قريت في سونتر مرماد، المدة كانت تقريبا مدة عامين الدراسة تاعي، درت ستاج تاعي في الباتيسري في صناعة الحلويات. الحمد لله يعني ان شاء الله رايحة نفتتح المحل تاعي ان شاء الله. متخرج من دفعة 2021 تخصص تقنية تركيب وصيانة الألواح الشمسية الكهروضوئية، مدة التكوين كانت عامين، كانت مركز التكوين واد نشو. طموحاتنا بعد التخرج نبدعوا في هذا التكوين وان شاء الله ننشئ مؤسسة خاصة نستفيد بها الاقتصاد الوطني ان شاء الله. احنا في جمعية الحياة عندنا حوالي 100 متربصة تخرجوا هذا العام بشهادة تخصص النسيج التقليدي وكذلك خياط الألبسة الجاهزة، تحصلوا على شهادة هذا بالتنسيق مع ولا باتفاقية مع وزارة التكوين المهني، مركز التكوين المهني عبد اللهي مرموري محمد في القرارة، وهذا الشيء يسمح لهم بفتح ورشات ان شاء الله خاصة بهم. استحداث تخصصات جديدة وإبرام عديد الاتفاقيات بين المؤسسات الاقتصادية ومعاهد التكوين يبرز اهتمام الدولة بالقطاع وتطويره المستمر. على بعض المؤسسات اللي حاضرة معنا خير دليل أن أبنائنا كانوا في المستوى المطلوب وتمكنوا من الدفع بعجلة الاقتصاد المحلي إلى الأمام وضمنوا منذ الآن مناصب عمل لهم، بالإضافة إلى بعض التخصصات التي دخلت في المهن الحرة كذلك، والذين هم كل عزم وحزم من أجل فتح مؤسساتهم. الخريجون من خلال مختلف تخصصاتهم سيقدمون خدمات عديدة وسيسهمون في الاقتصاد الوطني. ونختم من ولاية عنابة التي تمتلك كل المقومات لتكون قبلة سياحية بامتياز، حيث سطرت برنامجا ثريا بمشاركة واسعة لكل الفاعلين من أجل إنجاح موسم الاستياف، يقول زكريا تهامي. القرية السياحية بشاطئ واد الغنم ببلدية شطيبي مرفق سياحي عائلي تدعمت به ولاية عنابة، فبموقعه الفريد يمنح للمصطافي الراحة والاستجمام. افتتحنا على بركة الله 10 شاليات، هدفنا هو العائلة الجزائرية لكي تكون في أمان في راحة في ضمان، وهذا ما نسعى إليه. برنامج ثري طيلة أيام الصيف سطر بولاية عنابة بمشاركة مختلف الفاعلين لضمان راحة المصطفين وسلامتهم. برامج ثرية جدا، برامج رياضية، برامج شبانية، مسابقات تبادلات شبانية مع الولايات الصحراوية، المخطط الأزرق اللي حيستفيدوا منه أكثر من 5000 طفل من البلديات الداخلية للولاية. سطرت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعنابة مخططا أمنيا شاملا، وذلك بتسخير كافة الوسائل البشرية المادية وكذلك التقنية من أجل إطفاء الحس الأمني لدى جميع المواطنين وكذا المصطافين على حد سواء. الجماعات المحلية بما فيهم يعني الولاية يعني هيئوا يعني كل يعني الظروف باش يعني يكون موسم الصيف مريح للعنابيين وكل يعني الولايات الشرقية إن شاء الله. بشريط ساحلي طوله 80 كيلومترا وبالمرافق السياحية التي تزخر بها، تعد عنابة وجهة سياحية بامتياز. مشاهدينا شكرا لكم على كرم المتابعة، في أمان الله.